بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في المحاضرة الخامسة. راح نتكلم في هذه المحاضرة عن الدوال. طبعا الدوال في البرمجة من الشغلات المهمة جدا. الفائدة منها أن أحط مجموعة من الأكواد في بلوك معين أو في زي ما نقول صندوق كذا، ونطلبه عند الحاجة. يعني الفانكشن ما راح يشتغل إلا لما أنا أطلب تشغيله أنا كمبرمج. فأحط فيه أكواد لما أبغى أسوي الشغلة الفلانية اللي أنا حاطها في الفانكشن الفلاني، أنا أديها بالاسم، أسوي لها كول تتنفذ يا أما يرجع لي مخرجات أو يعدل في البيانات اللي موجودة عندي. هذه ببساطة الفانكشن. طبعا هي من أهم الشغلات في البرمجة. لا تفجعكم الصورة هذه، طبعا كذا شكلها معقد، ولكن هذه تقريبا أعقد أنواع الفانكشن، في أبسط منها لكن هذه بشكل عام. الفانكشن يبدأ بكيورد اسمه فانك. الكلمة هذه كلمة محجوزة، هذه معناته الكلام هذا كله فانكشن. يجي بعد الفانك الاسم، اسم الفانكشن، مثلا هنا greeting user، طبعا capital U هذا يسمونه باسكال، عفوا كامل كيس، أول كلمة small والباقي كل كلمة أول حرف فيها كابيتال. طيب بعدين نفتح قوس، يجي هنا شيء اسمه الأرجيومنت ليبل، هذا اللي راح يطلع للمستخدم عشان يعرف وش يدخل. هنا with username. هنا الشرطين هذه خاصة بالبراميتر. البراميتر هي القيمة اللي بيعطيني إياها المستخدم، يعني راح تكون مدخل input للفانكشن راح يكون هنا. طبعا من هنا أو من الأول من هذا إلى الجهة هذه، هذا باراميتر واحد له ليبل وله اسم وله نوع. طيب إذا أنا أبغى أدخل للفنكشن أكثر من باراميتر، ببساطة أحط فاصلة هنا وأكرر نفس الكلام هذا، يعني أحط له ليبل اسم نقطتين فوق بعض نوع فاصلة ليبل اسم نقطتين فوق بعض نوع إلى أن ننتهي. يجي بعد ما نسكر القوس، العلامة هذه معناته ان الفانكشن هذا بعد ما ينفذ اللي فيه لازم يرجع لي قيمه. حلو، نوع القيمه المرجعه يكتب هنا، يعني string معناته الفانكشن هذا لازم يرجع لي نص. اذا كان integer لازم الفانكشن هذا يرجع لي رقم صحيح، double يرجع لي رقم عشري الى اخره. بعدين نفتح القوس المعقوف هذا، نكتب داخل الاكواد. اذا كان في return هنا return type لازم يكون اخر سطر تقريبا كلمة return كلمة محجوزة، بعدين النص اللي أنا أبغى أرجعه للcaller المكان اللي أنا ناديت فيه أو شغلت فيه الفانكشن. حلو، طيب صار عندي keyword function name argument label البارامتر name وtype، بعدين return type أكواد. طبعا هنا استخدم داخل الفانكشن نستخدم الاسم هذا البارامتر هذا اليوزر نيم، هذا اللي نستخدمه كمتغير داخل الفانكشن يحوي على القيمة اللي أعطاني إياها المستخدم. طيب هنا الجزء هذا اللي فوق هذا الفانكشن، الجزء اللي تحت هذا الكول فانكشن كول. طيب أنا الآن أبغى أشغل الفانكشن اللي فوق هذه، نكتب var greet me نوع string equal. هنا اسم الفانكشن اللي أنا سويته فوق greeting user، بعدين أكتب with username هذا الليبل اللي كتبناه فوق، نقطتين فوق بعض أعطيه نص بوب، هذا يسمى argument. في جهة الكول تسمى argument، في الفانكشن نفسها تسمى parameter، هي نفسها. يعني البوب هذه راح يتخزن في اليوزر نيم، بعدين راح ينطبع هنا، راح المتغير هذا أو ثابت let ثابت greeting equal high فاصلة يوزر نيم الاسم اللي هو بوب مثلا، high فاصلة مسافة بوب، بعدين الوجه هذا راح يتخزن في المتغير اسمه greeting. بعدين الفانكشن راح يسوي return للgreeting، راح يرجع النص هذا كامل بعد استبدال اليوزر نيم بالبوب. حلو، طيب الان لما اسوي print greet me راح يطلع لي هاي فاصله بوب، بعدين نقطتين فوق بعض شرطة قوس. وضحت؟ طيب هذه نبي نشرحها الان بدءا من أبسط صورة للفانكشن وانتهاء إلى الصورة المعقدة اللي انتم شايفينها هذه. طبعا هي بسيطة، يعني بناخذها حبة حبة وراح تتوضح لكم إن شاء الله.